مش معقول اللي الواحد شايفه ده. انا كان سامع اهلا مصر مال ايه اللي مش عاجبك؟ بس مش عاجبني سبحان الله الجمال ده كله ليك لوحدك. وبعدين معاك يا مصر انت مش هتبطل الاسطوانه دي؟ دي مش اسطوانه يا ست سناء، ده احساس فنان تحفه جميله قدام عيني، فلازم لازم يتكلم وينطق. يعني عجبتك الليلادي؟ انا طول عمري عينيا الزهر لساعه ما تشوف. ميرسي يا مظهر، دي شهاده غاليه اعتز بيها. شهاده؟ طب بصي على كل اللي في الحفله، تقدري تطلعيني النجمه منوره زيك؟ لا انت الظهر تقلت في الشرب شويه، اعمل حسابك احنا لسه في اول السهر. الشرب عمره ما يأثر فيا، انت متأثر فيا حلاوتي وحلاوه عينيك. انت زودتها النهارده قوي يا مظهر، واحده واحده. ليه طويل؟ وبعدين الكلام الحلو يخلص. معاك عمر الكلام انت يا سناء. ميرسي يا مظهر، عامل البيت والبوفيه قصادك والشرب كتير، يعني خد راحتك على الاخر. هنزل. مصر دايما تقعدي تحكي معاه. جرى ايه يا ابني؟ عيب، ده مصهر صاحبك وانت اللي عازمه. معلش يا حبيبتي، بس وسعي حفاوتك على كل الموجودين. حاضر يا حبيبي، انت برضه لسه اللي بغيري يا ابني. لا يا سناء، بس انا عارف مظهر كويس وعارف هو قاعد يغني عليك ازاي. مظهر ده شربات قوي ودمه خفيف، بس وهو شارب. مظهر انت ما تعرفوش يا سناء. ليه يا روحي؟ طول عمره مجنون، انا خايف يسمم افكارك. بقى منتج سينما مشهور تقول عليه الكلام ده؟ والله مش انا لوحدي، كل الناس والنقاد بيقولوا عليه كده. ما تخافش عليا، ده لازم بلد كلها زي مصر. ايه يا ادهم، انت عايزني عندك يا ابني عشان تحكي لنا الست سناء؟ اهلا بالطعامه كلها. هو انتوا ما تشبعوش ابدا من بعض؟ مش تسمح لنا شويه يا ادهم؟ يا ستي سناء تحت امرك، يا ريت اكون غني عندها قد كده يا عيله. ايوه، خايف نحسدك بقى ولا ايه يا ادهم؟ اظن حب سناء ليك ده مش عاوز كلام ابدا. ادهم ما بيشبعش ابدا يا عيله. طبعا عنده حق يا ستي، هو الجمال ده كله حد يشبع منه ابدا؟ والله يا ادهم ده طول عمره معذور، هو هيلاقي حد يشهد له اكثر منك. ما دام كده بقى اسيبك يا سناء وانا مطمن وعايده معاك. اه على اذنك. اتفضل. ايه بنت الحلاوه دي كلها؟ ايه اللي عاملاها في نفسك ده؟ جرى ايه يا عايده؟ انت هتعملي لي زي مظهر. مين؟ الواد بتاع السينما اياه؟ هو لسه برضه بيزن على ودان؟ ما انت عارفاه عمره ما يبطل الكلام عن السينما. والنبي مظهر عنده حق. انت النهارده ايه؟ شكلك ولا نجوم هوليود؟ عايده، اوعي تكوني واخده رشوه من مظهر. لا يا سناء، فعلا انت حلوه، حلوه قوي النهارده. طبعا بقى لما ست تقول على ست تانية انها حلوه، اظن تبقى فعلا حلوه ما فيهاش كلام. انا طول عمري حلوه يا عايده، بس من يوم ما اتجوزتي ادهم وانت اتنقلتي نقله كبيره قوي يا بنت. عايده مش عاوزه تبطلي كلمه بنت دي، احنا كبرنا على كده. لا انت بيني وبينك يا سناء، بحب دايما افتكر ايام المدرسه. طول عمري كنت شقيه. انا يا سناء صحيح اللي خدشوا ماتوا. قصدك ايه بقى؟ والله اسالي روحك، طول عمرك تحبي تجرجري الرجاله وراك. وده يزعلك يا عايده؟ ابدا، انت عارفه انا طول عمري بحبك يا سناء. ده انا لو كنت راجل يا بنت كنت اول واحد طلب ايدك. ده انا كنت دوختك ورايا بشكل. مدام سناء مظهر. ايوه انا دايخ وراك من الصبح. بقى كده ده كله ليه بقى يا مظهر بيه؟ ما الحق اتلم عليها يا ستي تهرب مني، دوختني يا مدام عايده. طب انا بقى سلمتها لك اهي، بس اوعى تضيع منك تاني. باي باي. وبعدين معاك يا مظهر، عاوز مني ايه؟ ترقصي معايا الرقصه دي وبس. لازم يعني؟ انا يعني ما استاهلش منك رقصه واحده. ابدا يا مظهر، بس مش ممكن اسيب المعازيم وارقص كده معاك. ليه؟ ما هو ادهم بيرقص هناك. حاضر يا سيدي، بس على شرط. أنا اتكلم. بلاش زن على وداني وتبطل كلام. يعني نرقص في صمت. وده تسميه رقص؟ على العموم أنا تحت أمرك، اتفضل.
سلام يا سلام، الدنيا كلها بالليل وانت بترقصي معايا ويجيك حجي وعليك يا صداني. وبعدين يا مصر احنا متفقين على ايه؟ معلش غصب عني، انت اصلك حلو قوي والواحد ما بيقدرش يتحكم في نفسه يسعد ويشوف قدامه. اظن انا سمعت منك الكلام ده كتير قبل كده. ايوه بس انا نفسي توفيني تحقق الامل اللي نفسي اوصله. ايوه بس انت عارف انا وعارف طبعا. معلش حاولي معايا تاني، اضغطي عليه وهو بيحبك مش هيتاخر ابدا. ادهم دماغه ناشف، وكل ما افتح له سيره الموضوع ده بيروح متنرفز خالص. طوعين يا سلام واسمعي كلامي، ده راح اوصلك لفوق فوق قوي للميت. هعمل منك اكبر نجمه في البلد كلها. صحيح يا مصر. طبعا يا سلام انت حلوه وشك معبر وروحك خفيفه، والفرصه قدامك عشان تكوني اجمل واحلى نجمه دخلت الوسط السنه. بس انا خايفه، خايفه من ادهم. سيدي ادهم علي، بس انت توافقي وانا العقد جاهز في جيبي احتكار لكل جهودك الفنيه سنه اتنين ثلاثه خمسه اللي انت عاوزاه، والاجر شيل على بياض حطيت الارقام بنفسك. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا مصر، كلامك باين عليه صح المره دي. دي فرصه يا سلام، فرصه الاستاذ حليم المخرج اوعد ان اجاوب عليه هتنقبل عليك. مستني بس تشاور بصباعك. هو انت كلمته؟ كلمته ده هو اللي من ساعه ما شافك وهو مش قاعد على بعضه. والله ما انا عارفه اقول ايه ولا حاجه. فكر المره دي بجد يا سلام. وانا مستني منك التليفون. ايوه بالموافقه طبعا، وهتلاقي العقد تحت امرك، المال الشهره الدنيا دي كلها، وبكره تعرفي قيمه مظهر. Thank you.
ايه يا مصر؟ مش تتقل شوية ولا ايه؟ مش قادر يا عايدة، مش قادر. سناء قلبت كياني خالص. معلش اصبر شوية، واحدة واحدة، الحاجات دي عايزة وقت. عيب يا راجل، هو انت لسه جديد على الحاجات دي؟ والله مش عارف ايه اللي جرى لي يا عايدة. سناء ليها تأثير كبير علي. مش عليك انت وبس، ده على الناس كلهم، ستات ورجال. عارف يا عايدة، بس لو توافق. هتوافق بس اصبر انت حبتين، ده انت ماسكها من ايدها اللي بتوجعها. قصدك ايه؟ سناء طول عمرها تحب الشهرة والاضواء يا مظهر، نفسها تشتغل في الجو بتاعك ده، بس انت عارف بقى. عارف ايه بس يا عايدة؟ في واحدة ترفض اللي انا بقدمه لها. ما تنساش يا مظهر انها ربة اسرة، متجوزة وعندها طفل كمان. متجوزة؟ انا بسكوت يا عايدة، سيب يدهم في حاله. معلش اهو برضو راجل، وزي ما انت عارف دل راجل ولا دل حيط. انا مش عارف هي قاعدة معاه ليه. بس قاعدة معاه نهار ابيض، ده جوزها يا مظهر، وهو اللي عمل منها ده كله. الله يرحم زمان. والنبي يا مظهر، دي كانت مش لأهله ولا أقول لك ملوش لازم نجدد القديم؟ ربنا برضو أمر بالست. أنا عارف كل حاجة عنها وفهمها كويس، بس مش عارف ليه هي بترفض. سيب سناء عليا وأنا حاجبها لك لغاية عندك. ده أنا عايدة يا مظهر. يا سلام يا عايدة، لو كان ده يحصل يبارك عندي حاجة حلوة قوي. يعني ايه؟ هتشغلني في السينما يا مظهر؟ انت برضو بتاع السينما يا عايدة. بقى كده، امال بقى انا بتاعت ايه يا مظهر؟ الاوله شرط اخره نور. حلاوتك هتوصلك على البنك، ورق اخضر واحمر. وانت عارفة يا عايدة بقى غلاوتك عندي قد ايه؟ غلاوة؟ اهو كلامه بنسمعه بس، ساعات ما تكون عاوز مني حاجة. ابدا يا عايدة، طول عمري وانا بعزك في الشغل وبس يا روح. ده انا عايده يا مظهر، اطلع من دماغي اله يسترك. حاضر يا عايده، حاضر. مش عاوز اوصيكي، عاوز اشوف همتك بقى مع ست سناء. العمر يا سناء، اسمعيني اسمعيني كويس، وحطي كلامي حلقة في ودانك. دي أبواب السعد كلها مفتوحة تحت رجليك. والله يا عايدة ما أنا عارفة أتصرف إزاي. كلمتين اثنين، تروحي المظهر وتمدي العقد على طول، وأدهم نحطه أمام الأمر الواقع، ومطرح ما يحط راسه يختي يحط رجليه. أنا خايفة، خايفة يا عايدة. طول عمرك هبلة، بقى واحدة زيك، واحدة زيك بالحلاوة دي والجمال ده كله، تقعد مدفونة بين أربع حيطان مستنية اسم النبي حارسه سيأتهم. سكتي ليه؟ بتهربي من الحقيقة ليه؟ ما هو أصله اشتراكي بفلوسه من يوم مرضيتي بيه. ما تقوليش كده يا عيد. لا، هقول الكلام اللي انت نفسك تسمعيه وبتهربي منه يا سناء. أدهم أكبر منك بكتير، حرام حرام تربطي نفسك بيه طول العمر. أدهم، هو اللي وصلني لكل العز اللي انا فيه. نفسي بقى تبصي لنفسك يا شيخه وحالك، وتشوفي ايه اللي عملتيه في نفسك ده. كفايه كفايه عليها اكتر من 7 سنين جواز. انت بتتكلمي ازاي الكلام ده؟ انا مش بتكلم، انا بفكر بعقلي. 1+1=2. فرصه قدامك تقومي ترميها؟ يعني حرام تبقي نجمه مشهوره، ستار كبير، واسمك يبقى على كل لسان. طيب وادهم والناس هيقولوا ايه؟ بس هيقولوا ايه؟ زي ما قالوا وقت ما اتجوزتيه. وادهم عارف وفاهم كلامي كده كويس. والولد يا عايده؟ ده ابنك يا حبيبتي، ابنك وانتي امي، ومن حقك حضنته. يعني اروح لمظهر؟ طبعا يا سناء، دي فرصه حياتك كلها. مظهر مستنيكي على نار، ومعاه العقد جاهز عشان تمضيه. بس اوعي بقى، اوعي تنسي. انسى؟ انسى ايه يا عايده؟ تنسيني يا حبيبتي، تنسي صاحبتك عايده. امانه عليكي، لما توصلي لفوق
لفوق لفوق قوي النبي تبقي تفتكريني. اسف يا ادهم،
العقد صريح وواجب التنفيذ. سناء وقعته برغبتها وظن هي مش قاصر. يعني ايه؟ يعني مدام مضت وقبضت يبقى لازم يتنفذ. كنت راجل اعمال وفاهم كلامي كويس. انا لما اقول العقد مش هيتنفذ يبقى عمره ما هيتنفذ يا مظهر. العقد فيه شرط جزائي واضح وصريح. شرط جزائي بقى كده. دلوقتي انا عرفت انت بتسأل ايه. 5,000 جنيه في حالة عدم التنفيذ يا سي ادهم. فكر وملوش لازم التهور دلوقتي. بس انا فهمتك، فهمت ندلتك وخصتك، ضحكت عليها ومضيتها وانت عارف انها عمرها ما هتنفذ العقد. السناء وقعت العقد برغبتها وبدون ضغط من حد، والموضوع مش مستاهل كل الزيطة دي. بقى كل ده ومش مستاهل يا نصر. على العموم الموضوع بسيط يا رهم. اللي مضت هي سناء، ولو مش عاوزة تنفذ العقد انا ما عنديش مانع ابدا اتنازل عن كل حاجة مكتوبة كده. يبقى كتر خيرك يا مصر. سناء اظن كفاية كفاية كده، لازم نوصل لحد. الحل في ايدك يا ادهم وانت حر. العقد لازم يتلغي. مش ممكن ابدا، انا ما صدقت اني مضيته. افهميني كويس سناء، حرام حرام كده. انت بتهزمي بيتك. انت اللي عاوز كده. انت بتحطميني يا سناء، بتستغلي حبي ليكي وعاوزه تفرضي عليا كل ده. ابدا يا ادهم، انت اللي مكبر الحكايه. انت زوجة يا سناء، زوجة وليكي ابن، حرام عليك تضيع كل ده. انا عمري ما فرط فيك او في اكرم. يبقى لازم تلغي العقد، لازم تلغيه وترجع لبيتك وابنك. انت هتفضل تلف حوالين العقد. العقد ملوش دعوه بكل ده. انت اللي عاوز تفرض سيطرتك عليا، عاوز تبعدني عن الناس، تحرمني حتى من مجرد رغبه انا نفسي فيها. بكوني ممنعك من انك تشتغلي في السينما. انا عاوز افرض سيطرتي عليكي. ايوه قولها بصراحه يا ادهم. ممكن اعرفها وافوق عليها. قصدك ايه؟ قصدي انك تفهمها زي ما تفهمها يا ادهم. كفايه كفايه، 7 سنين واكتر وانا ساكته، عمري ما جرحت احساسك بكلمه. وانا عمري ما تاخرت عنك في حاجه، انما الحق مش عليك، الحق علي انا. انا اللي فتحت بيتي وداري المظهر وامثال المظهر، علمتك ورفعتك وخليتك هانم الكل بيشاور عليها. وانا ما نكرتش كل ده. يبقى العقد يتلغى وتفوق لنفسك وبيتك. انا اسفه يا ادهم، العقد مضيته برغبتي وانا مستعد اتحمل نتائجه كده. طيب يبقى سيب البيت ده دلوقتي حالا كده يا ادهم. ايوه العقد يكون وحياتي في البيت اقوم. كتر خيرك يا ادهم، بس قبل ما اخرج هاخد حاجاتي كلها وهاخد ابني كمان. حاجاتك معلش، انما اكرم اكرم عمك ما هتاخديه ولا هتشفيه. قصدك ايه؟ قصدي انك هتخرجي، وهتخرجي لوحدك وبس. تبقى في البيت يا هاني، بعتيه وبعتي جوزك وابنك واشتريت حته ورقه وامل زائف انك تكوني نجمه في يوم من الايام. وربنا اللي يعلم ان كنت كسبانه ولا خسرانه. انا عمري ما بيع ابني، اكرم من حقي وانت عارف كده. اسف يا هاني، اتفضلي صاحب الله. خلي السنة تفعك. بتكرشني أدهم. حاضر، دي غلطتي أنا من الأول، من أول يوم عرفتك فيه، إنما ابني ده من حقي ولازم أخده معايا. ماما ماما، في إيه يا ماما؟ بتزعقي ليه؟ أنت صحيت يا حبيبي؟ مفيش حاجة، تعالى تعالى عشان تلبس هدومك. أكرم تعالى هنا يا ولد. أنا قلت لك هتخرجي لوحدك وبس. أنا هاخد الولد معايا. سيب الولد. ماما ماما ما تسيبنيش. شوف يا عايدة عمايل أدهم وياه. معلش يا حبيبتي، كل حاجة مسيرها تتحل. اصبري شوية. 3 شهور يا عايدة وأنا مش عارفة أشوف ابني. ابني يا عايدة. ما هو لازم يعمل كده يا سناء، أنت عارفة أدهم زمانه حيطاء حيفرق. يقوم يحرمني من ابني، ده يرضي ربنا. أمال عاوزاه يديهولك على طول؟ يدي شوية عليه إنه يطلقك. وهو أنا اللي قلت له طلقني؟ مش هو اللي اتصرف بالشكل ده؟ وبعدين بقى يا سناء،
احنا هنعيد القديم من تاني ولا ايه؟ ده احنا ما صدقنا يا بنتي انك رقتي ونسيتي شوي. انتي ناسي اللي وراكي ولا ايه؟ بس ابني عايدة حرام يبقى قريب مني ومش قادرة اشوف. يا ترى يا اكرم عامل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، اهو عايش وتلاقيه كمان زمان ونساه. مش ممكن، مش ممكن يا عايدة. اكرم عمره ما ينساني، طول عمره روحه فيا، ما يقدرش يستغنى عني ابدا. شوفي يا حبيبتي، الفيلم لا عايز راجل ولا عيل، يعني عايزك انت سناء وبس. لازم تعودي نفسك على كده امها، والا يبقى ما عملناش حاجه خالص. قصدك ايه؟ انسى ابني ضنايا. هو انا يا ستي قلت لك انسيه؟ كل المطلوب منك العواطف دي تخليها على جنب. اكرم ابنك وحضنته من حقك. ومظهر سبق وقال لك الكلام ده؟ مظهر ما عملش حاجه. وهو في ايده ايه بس ولا عملوش؟ اكبر محامي في البلد مسك القضيه يا سناء، والمحامي نفسه قال ان الولد من حقك ولازم هتاخديه. اموت انا بقى، افضل كده قاعده مستنيه المحكمه وابني مش قادره اشوفه، وانت عارفه المحاكم مسكتها طويله قد ايه. يبقى مفيش قدامك غير حل واحد بس. ايه هو يا عايده؟ تقابلي ادهم. اقابل ادهم؟ ايوه. تحاولي تحلي الموضوع وانتي معاه. مش ممكن، مش ممكن يا عايده. ادهم هيرضى ولا يوافق؟ ادهم يا حبيبتي طول عمره بيحبك قوي، ولغايه دلوقتي عينيه حاططلى عليكي، ويمكن يمكن ربنا يهديه ويحل. لا يا عايده، ادهم عارف انه انتهى من حياتي، وعارف ان اكرم هو كل حاجه في حياتي، وعشان كده عمره ما هيفرط فيه ابدا. اهو حاولي، مش هتخسري حاجه يا سناء، يمكن ينكسف ويوافق. يا ريت يا ريت يا عايده ربنا يهديه. هو اللي كلمني في التليفون وترجاني عشان اجي. كلمك في التليفون؟
كده والله عالي عالي. هدي روحك يا ادهم قوي، هدي روحك. واوعى وسع السكه واقفل الباب وتعالى تعالى نتكلم بالراحه وبدون زعل. اتفضلي اتفضلي يا نجمه الموسم. كتر خيرك، انا جايه وعارفه ان ده هيحصل واكتر من كده كمان. طبعا واحده سابت بيتها وجوزها واستفزت سمعتها وسمعت ابنها وكل مرود واستفزاز جاي تخبط على باب البيت تاني. انا مش جايه استجدي ولا اطلب احسان يا ادهم. امال جايه ليه؟ فهميني. انا ليا حق في البيت ده وانت عارف كده. حق ايه يا ادهم؟ عرفيني. ابني ابني اكرم حقي وانا امه. اكرم امه ماتت وانتهت. ده في دماغك انت، انما الولد عارف اني موجوده واني عايشه. انت عايزه توصلي ليه؟ الولد ابني ومن حقه انه يعيش معايا. وانا عارفه الكلام ده اللي بتقوليه. القانون يديني حق حضانه الولد وانت عارف كده، ملوش لازمه العند. ابني خلي القانون ينفعك، ابني خديه بالقانون زي ما بتقولي. يا ادهم انت ممكن تحرمني من الولد، انما اكرم اكرم ذنبه ايه؟ ذنبه انك امه يا هانم. تقوم تنتقم من طفل صغير ما حلتكش غيره؟ انا عمري ما انتقم من اكرم وعمري ما فرر فيه طول ما انا عايش. ماما ماما رجعت يا ماما. اكرم يا حبيبي ماما رجعت يا ماما. وحشتيني وحشتيني قوي يا ماما. وحشتيني وحشتيني يا اكرم. هتقعدي معانا يا ماما؟ خلاص هترجعي لنا. انا تحت امرك يا حبيبي. بس اسكت يا اكرم ما تعيطش، في حاجات مش هقدر افهمها لك دلوقتي. مش هقدر. ليه؟ ما تتكلمي، الولد لازم يعرف الحقيقة. مش بتقولي انك امه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان البيت بيتك يا سناء وفيه ابنك، واذا حبيتي ترجعي تربي ابنك زي اي زوجة مطيعة احنا كلنا تحت امرك. بس ايه؟ بدون فن ولا شوشرة ولا فضايح واعلانات. انا قلت انا راجع عشان اشوف اكرم بس ونتفق مع بعض بخصوصه. نتفق على ايه يا هانم؟ اكرم هيعيش معايا ادهم. وانا سامع رفضت الكلام ده. يبقى على الاقل اشوفه ويشوفني لغايه ما تحكم المحكمه بحضانته. انا عاوز بابا يا ماما. عاوز بابا. حاضر يا ابني. انا ما عنديش مانع بس على شرط. ايوه. انت عارفه انك دلوقتي وقتك مش ملكك واشرافك على تربيه الولد مش سهل. قصدك ايه؟ قصدي انك تقنعيه انه مكانه السليم انه يعيش هنا في البيت ده، وكفايه انه يشوفك وتشوفيه. عندك حق يا مصر، الواحد اعصبه هديت قوي دلوقتي. عشان كده احنا هنبتدي التصوير الاسبوع الجاي وانا تحت امرك. هو انا اقدر؟ ده انا اللي تحت امرك يا مدام سونيا. وايه حكايه سونيا دي؟ ده الاسم الجديد بتاعك، سونيا رشدي قنبله الموسم. بكره الصبح تبقى الجرايد وشوف اللي نازل فيها. عليا انا يا مصر؟ هنزل لك اكتر من خبر في كل جريده ومجله، وكمان محضر لك مفاجاه كبيره. ايه هي؟ صوره كبيره بالالوان، صوره الغلاف لمجله النجوم. مش معقول يا مصر، انا مش مصدقه روحي. انت اصلك ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. مصر وبعدين معاك بطل هزار. هزار؟ ده عمره ما كان هزار يا سناء. من اول يوم عينيا شافتك وانا شايل حمل كبير جوا قلبي ومش قادر اتكلم. دلوقتي هتقدر تتكلم. ايوه سناء. انا لا لا ارجوك يا مصر بلاش تقولها. ليه يا سناء؟ ليه؟ بلاش دلوقتي اعمل معروف، احنا ورانا تصوير. ليه المانع؟ ده شعور يا سناء، احساسي، ومش ممكن افضل حبسه جوه قلبي المدة الطويلة دي. معلش يا مصر، خليك حنين عليا واحدة واحدة. انا ما استحملش الهزات العنيفة اللي ورا بعض دي. حاضر يا سناء، امرك. المهم تحس بيا وتعرف اللي في قلبي. انا حاسة وعارفة، بس
شفتي بقى كلامي؟ يا ريتك سمعتيه من زمان. كل شيء بأوانه يا عايدة. أنا فرحانة 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 قوي قوي. قريتي الجرايد النهاردة يا سونيا؟ تجنن. أيوة يا روحي، نص صفحة بحالها مكتوبة عن الفيلم. عن الفيلم بس ولا عن سونيا رشدي قنبلة الموسم؟ عن الاثنين يا عايدة. ولا العنوان؟ العنوان بتاع المقال يهوس. أيوة يا ستي، مولد نجمة ولا إيه؟ الكلام يا سونيا وقلم مين؟ يون الشكري، أكبر ناقد فني في البلد، كل كلمة له لها معنى ولها وزن. عارفة يا عايدة، في حفلة العرض الخاص للفيلم وهو قاعد جنبي، بقيت قاعدة أترعش وخايفة أموت وقلبي نزل دق. وعينيه يا روح، عينيه ما نزلتش من عليكي أبدا. حرم عليكي يا شيخة، دي الدنيا كانت ضلمة، لحيتي شفتي عينيه كمان؟ دي لعبتي بقى يا حبيبتي، ده أنا عايدة أحس بكل حاجة حواليا حتى وأنا مغمضة عيني. وهو يعني بس اللي كانت عينيه عليا، كل النقاد والصحفيين كلهم كانوا هياكلوني بعينيهم. عندك حق في دي، بس كلهم مش قد قد مين يا عايدة؟ مظهر، مظهر يا سوني، مظهر خلاص ما بقاش قادر يخبي عواطفه، استوى يا حبة عيني. انا حاسة وشايفة، بس الحقيقة مش عارفة اتصرف ازاي. يا عايدة اتصرفي ازاي؟ كلام ايه ده يا سوني؟ مظهر بيحبك حب جنوني، حرام تعملي فيه ده. وانا بايدي ايه بس عشان اعمله؟ مظهر عاوز يتجوزك يا سوني. يتجوزني؟ لا ده كلام يتقال يا عايدة، لسه في اول الطريق. ما هو عشان كده انا عاوزاكي تتجوزي. ده لسه اول فيلم ليا، ما تعرضش، ما نزلش السوق. عارفه يعني ايه ما نزلش السوق؟ عارفه. معلش، بس بعد العرض الخاص كل النقاد اجمعوا على انك نجمه، نجمه كبيره وموهوبه وليكي مستقبل كبير. ما هو عشان كده يبقى جواز مظهر ملوش لازمه دلوقتي. لا يا حبيبتي، مظهر بيحبك، بيحبك قوي، وراجل مليان فلوسه كتير وبحسبه صغيره، ممكن يحتكر كل جهودك، وبعقد محترم سنة اتنين تلاتة تضمني بهم مستقبلك وتقدري تقفي على رجليك. بس انا خايفة، خايفة يرجع تاني ويتحكم فيها زي ادهم ويمكن اكتر. كل حاجة ولها حل، تتجوزيه وتمضي معاه عقد احتكار لكل جهودك الفنية لمدة 3 سنين، بس ايه؟ بشرط واحد بس. وايه هو يا عايدة؟ العصمة تكون في ايدك انت يا سوني. ايه؟ لعب بك شمال تلعبي بيه انت يمين، ونبقى خالصين يا روحي، وده يبقى جواز يا عايدة. سوني الدنيا اخد وعطى يا حبيبتي، وعلى قد ما تاخدي ادي. حطي ده في دماغك كويس. وتفتكري مظهر يقبل بكده؟ مظهر يبوس ايديكي من النهارده قبل بكره، بس انتي تشاوري. والله انا محتاره، محتاره خالص يا عايدة. وافقي يا سونيا، وافقي دلوقتي قبل بكره، استغلي نقطه ضعف مظهر وحبه ليكي، اضمني حياتك ومستقبلك. طب سيبيني يا عايدة، سيبيني افكر واوصل لحل. انتي ابتديتي الطريق يا سونيا، والدنيا فرص، الفرصة الحلوة عمرها ما تتكرر مرتين. الست الشاطرة اللي تفكر بعقل وتنتهز الفرصة قبل ما تضيع منها وتضيع هي كمان. سونيا سونيا تعالي. اهلا روف بيه.
تشرف. اهلا 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 اهلا. انا جاي اهني بنفسي يا مدام سونيا، ورحت اتفرجت على الفيلم مخصوص. متشكره يا رؤوف، تهنئه اعتزل بيها قوي. بدون مجامله، ادائك هايل وتعبيرك صادق، وده اللي يهمني. متشكره قوي. الله، جرايه مظهر. انت لازق لنا كده ليه؟ ايه خايف عليها؟ ده العفو يا رؤوف. ايه احب امشي؟ والله ما يضرش، عاوز اتبحبح مع الست سونيا حبتين. لا لا اتفضل سيادتك على راحتك، اعتبرني غير موجود. لا متاسف يا صديقي، ده شغل، والشغل اسرار، وانا عاوز مدام سونيا في شغل. فاهم يعني ايه شغل؟ الظاهر انك جيت متاخر يا رؤوف. قصدك ايه؟ شغل سونيا محدد دلوقتي. يعني ايه؟ جهود سونيا الفنية محتكرة دلوقتي عندي يا روفي. يا السلام، بالسرعة دي؟ هم لو عاوزنا استنى لغاية ما تختفى مني. بس أنا كنت عاوز يعني أعمل معها فيلم واحد بس. مش دلوقتي، مش قبل 3 سنين. يا مظهر، على عموم ألف مبروك. مبروك يا مدام سونيا، والله كان بودي. إنما مظهر بقى سبق. أنا تحت أمرك يا روفي، سيادتك تأمر، أنا ما أقدرش أتأخر. أنا عارف، إنما بقى اللي سبق كان النبأ. عليك نور، مش قلت لك أنت دايما تيجي متأخر؟ عندك حق، لكن بالسرعة دي ما كنتش أتوقع أبدا. دي المفاجأة كانت كبيرة بالنسبة لي. لا، مش دي المفاجأة الوحيدة في الحفلة النهاردة. ليه؟ خبي عليا حاجة جديدة؟ أي خبر هتسمعه انت والمعازيم كلهم. اظن بقى من حقي اسمعه منك الاول، وهنا على الاقل. على عليا اقدم لك مدام سنة حبي الغالي وخطيبتي. يا كده يا مظهر، الف مبروك، الف مبروك يا مدام سونيا. والله ضربت عصفورين بحجر يا سي مظهر. ابدا يا استاذ رؤوف، انا بحب سونيا، بحبها قوي، وعقد جوازي بيها اغلى من عقد الشغل معاها. ربنا يهنيك يا مظهر، ومبروك يا مدام سونيا، ربنا يوفقك. عندك حق، الظاهر ان انا دايما باجي متاخر. اهلا اهلا يا عايده، وحشتيني موت. ازاي انت يا سونيا؟ الف مبروك يا روح. ميرسي يا عايده. فينك يا وحشه، ما بتسأليش ليه؟ قلت اسيبك حبتين لغايه ما تزهقي من شهر العسل. تعالي تقومي تغطسي خالص كده مره واحده. وازاي الحال؟ مظهر اخباره ايه؟ مبسوطه يا سونيا؟ اهو مش بطال. ايه جرى ايه يا بنت؟ دي الفرحه هتنط من عينيك. انت اصلك تموتي في الكلام الفارغ. انا صحيح فرحانه يا عايده، بس عشان حاجة تانية خالص. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ اتكلمي. المحكمة يا عايدة، المحكمة حكمتلي بحضانة اكرم. والله الف مبروك يا سونيا. وجاء اكرم؟ لا يا عايدة، مظهر راح يجيبه واديني مستنياه. ببساطة كده؟ وأكرم ما تكلمش، سكت. اصلا انا قابلته وكلمته واتفهمت معاه. على ايه؟ على اكرم، وهو قابل ان يقعد معايا وهنا كمان. يا سلام، وايه اللي خلاه يغير رأيه كده؟ انا سمعت انه بيصفي كل اعماله ومسافر. يسافر على فين؟ معرفش، انما سمعت انه هيهاجر، يمكن يروح البرازيل. لا حول ولا قوة الا بالله، والله احنا ظلمنا الراجل ده. عندك حق يا عايدة، ساعات افكر واحس اني فعلا ظلمت ادم. لكن قولي لي يا عايدة، كنت اقدر اعمل ايه؟ ايه يا ستي، ما تشغليش بالك، كل شيء اسمه ونصيب. قولي لي الاول، اخبار الجواز ايه؟ انت اصلك لسانك طويل وعمرك ما هتجيبيها البر. ليه بس يا حبيبتي؟ هو السؤال حرم ولا ايه؟ انا بس عاوز اعرف اخبار مظهر ايه وياك. والله يا عايدة محتار يعمل لي ايه ولا ايه؟ الحقيقه شايلني على كفوف الراحه، مش مخليني ناقصه حاجه ابدا. انت هتقولي لي؟ ما انا عارفه مظهر كويس، دي لعبتي يا حبيبتي. اكرم. ماما. انا هنا ماما. ماما اكرم حبيبي، وحشتني وحشتني يا اكرم، وانت كمان يا ماما وحشتني وحشتني ماما. خلاص يا حبيبي، مش هسيبك ابدا ابدا. صحيح يا ماما. ايوه يا حبيبي، هتقعد معايا هنا يا اكرم لوحدينا يا ماما؟ ايوه يا حبيبي، ومعنا بابا. بابا مظهر يا اكرم. بابا مظهر؟ ايوه يا حبيبي. ده مش بابا، انا بابا يا ادهم. عيب تقول كده يا اكرم، حد يقول كده
على بابا مظهر؟ ايوه انا بابا يا ادهم، ادهم وبس. طب يا حبيبي ما تزعلش، تعال تعال في حضن ماما يا حبيبي. مظهر. ايوه يا سوني. اوعى تكون زعلت من اكرم. انا مش ممكن يا سوني، اكرم زي ابني ويمكن اكتر، وانت عارفه شعوري ناحيته. طب بعد اذنك هطلع مع اكرم اوريه لقطه. عايده. ايوه يا سوني تعالي معايا. حاضر. يلا يلا هنصور تصوير المشهد الثاني من فيلم حب ودموع. لقيت تاسع مرة. مش ممكن مش ممكن. حرام عليك حرام عليك يا أحمد تعمل فيا كده. ستوب ستوب، مش كده يا مدام. تاني تاني. لقيت عاشر مرة. مش ممكن مش ممكن. حرام عليك حرام عليك يا احمد تعمل فيا كده. ستوب ستوب. جرالك يا سوني؟ مش الكلام ده اللي بتعمليه؟ تعبانه تعبانه يا مصر. قصدك ايه؟ فاهميني. ماليش مزاج للشغل النهارده. اوقف التصوير لو سمحت. اوقف التصوير؟ ما ده اسمه كلام؟ تعبانه يا مظهر تعبانه. بس احنا مرتبطين بمواعيد في الاستوديو وفي ممثلين تانيين، التاخير ده كله بتمن يا سونيا. انا عارفه بس اعمل ايه غصب عني. اتحملي على نفسك شويه عشان نخلص. مش قادره ماليش مزاج للشغل النهارده. ايه؟ انا متاسفه يا جماعه عن اذنكم. سونيا سونيا تعالي تعالي. ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا سونيا؟ حد يسيب البلاتو يمشي؟ تعبانه يا مصر. هو انت ما بتقدرش؟ الاستوديو محجوز للتصوير والناس كلهم موجودين، تقوم انت ترفض التصوير؟ انا ما رفضتش التصوير ولا حاجه، انا تعبانه وبس. نستنى يا ست شويه لغايه ما ترتاح اعصابك وبعدين نصور. اعصابي مرتاحه والحمد لله. يبقى خلاص نشتغل بلاش دلع. اسفه انا ماليش مزاج للشغل النهارده. ايه يا سونيا؟ هو الموضوع عند ولا ايه؟ عند ايه يا مصر؟ انا بقول لك تعبانه تعبانه يا سوني. لا كده. حاضر حاضر يا سونيا، اللي عاوزاه اعمليه. وبعدين معاك يا سونيا، هو احنا اللي نبات فيه نصحى عليه؟ مش طايقه يا عايده، خلاص زهقت زهقت خالص. زهقتي من ايه بس يا روح؟ مظهر مظهر يا عايده، فاكره انه اشتراني، بقيت من ممتلكاته الشخصيه. ليه بقى؟ ده عقدي يا حبيبتي بينك وبينه، ولا انت ناسيه؟ هو اللي بيتصرف كده، حاسس ان العقد قرب ينتهي، عاوزني اشتغل ليل ونهار. على العموم هانت يا سونيا، انا سبق فهمتك انك تستحملي الست شهور دول. هم يعدوا بالطول ولا بالعرض؟ مش ممكن هقدر استحمل اكتر من كده. انا هاخد اجازه اجازه، نفسي ابعد اسافر. ايوه بس مظهر له حق عندك وله برضه فضل عليك يا سوني. حقه وصله زياده يا عايده، وفضله عليا انا ما بنكروش ولا هنساه. يبقى تخلصي تصوير الفيلم اللي شغاله وبعدين ترتاحي. لا يا عايده، اذا خلصت الفيلم هيبتدي فيلم تاني، وانا تعبت خالص تعبت صدقيني. هو له مطالب في البيت وفي الاستوديو وسهرات وضيوف كل يوم والتاني، وانا انا عامله زي النحله وراه من هنا لهنا. ما هي دي حياه الفن يا حبيبتي، ضريبه مكتوبه على كل واحد يمشي في الطريق ده. ايوه بس انا بني ادم يا عايده، في واجبات تانيه عليا بالنسبه لنفسي وبالنسبه لاكرم ابني. ابني عايده ده انا ام. كل ده لازم يتنسى، ما يكونش ليه وجود ابدا ما دمت اشتغلتي في السكه دي يا سناء. هو ابني اسيبه يا عايده؟ ده بيعدي اليوم من غير ما اشوفه. انا قلت لك قبل كده اكرم من الافضل انه ما يعيش هنا. يعني ايه؟ اكرشه اوديه فين؟ قولي لي. لا يا سونيا لا، الواد كبر دلوقتي 10 سنين وانت ستار نجمه مشهوره، ليكي معجبين كتير وليكي زوار اكتر. قصدك ايه؟ فهميني. في حاجات كتيره يا سونيا دلوقتي في حياتك مش لازم عينيك تشوفها ولا هو يعرفها. ايه عندك حق، وابوه كمان كان عنده حق. الولد مش لازم يتربى معاك يا سناء. عشان كده اكرم من الافضل انه يتربى بعيد عن هنا. فعلا انا فكرت في كده، فكرت كتير يا عايده، وحكلم ابوه في الموضوع. انا هدخل اكرم مدرسه داخليه يكمل تعليمه فيها. اهو ده التصرف السليم، ويبقى يقضي معاكي اجازه نهايه الاسبوع. يا ريت يا عايده يا ريت. طب وايه المال؟
المنع بسيط قوي، بعدين بقول لك عليه.
جرايه يا سوني، ايه الكلام اللي سمعته ده؟ كلام ايه يا مظهر؟ صحيح انت مش عاوزه تجددي العقد؟ ايوه. اقدر اعرف السبب؟ من غير اسباب، انا هشتغل بدون عقود. بدون عقود؟ اذا كان على الفلوس انا مستعد ادفع قيمه العقد مرتين وثلاثه. لا يا مظهر، انا عاوز اشتغل بشخصيتي انا. من يوم ما قدمتني للسينما وانا بحس انك واصي عليا، وانا مجرد طفله صغيره عمال بتشكلها. وده مش كل لمصلحتك؟ ولمصلحتك انت كمان يا مظهر. وماله، هو في فرق بيننا؟ مش انت مراتي وانا جوزك؟ ده المفروض، انما العلاقه اساسها كان العمل والمكسب والخساره. وده يزعلك في ايه؟ انا قصرت معاكي في حاجه؟ لا ابدا، بس ما دام العلاقه اساسها العمل يبقى كل واحد يختار مصلحته. بقى كده يا سونيا، الكلام ده مش كلامك انت، لازم في حد ملا دماغك. مفيش حد يا مظهر، انا ابتديت افتح عينيا شويه. حاضر يا مدام، على العموم انا تحت امرك، والمبلغ اللي تطلبيه انا موافق عليه. بس انت بقى اتاخرت شويه، انا اتفقت مع رؤوف هعمل معاه فيلمين. رؤوف؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا، انت لازم اتجننتي. اظن مفيش داعي للغلط، عقدك انتهت مدته، ومن حقي بقى انا اشتغل مع اللي يعجبني. بس انا اللي اكتشفتك، انا اللي قدمتك، انا اللي عملت منك كل ده. وانا معاك اكتر من 4 سنين بين جواز وشغل، يعني حقك وصلك وزياده. كده يا سونيا نسيتي؟ نسيتي كل اللي عملته عشاني؟ انا عمري ما انسى فضل حد، بس دي حياتي وطريقي، وانا لازم اخد فرصتي باختياري. وانت بقى اخترتي فرصتك مع رؤوف. ايوه يا مظهر. انت عارفه دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ كل واحد هيكون له طريق، انت في ناحيه وانا في الناحيه التانيه. وليه بتفسرها بكده؟ والله هي اللي بتفسر نفسها. فكري يا سونيا، فكري مظهر قدم لك ايه وبلاش تنسي. سعادتك يا سونيا يا حبيبتي، وانت عارفه كده كويس، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا عايده. والله من غيرك ما اعرف اتصرف ابدا. ومظهر اخباره ايه دلوقتي؟ مظهر انا بقى عزمته النهارده. عزمته؟ بقى ده اسمه كلام يا رؤوف؟ وليه لا؟ ده شغل يا سونيا، ومظهر له وزن في الوسط الفني، ولازم يجي لغايه هنا ويقول مبروك. انت كده بتحرجني يا رؤوف، الناس تقول ايه بس؟ بالعكس، دول هم يحبوا الحاجات دي، بينبسطوا منها قوي. اتفضل اهو شرف بسلامتك، ابقى قابله انت بقى. انا عاوزك انت اللي تقابليه وبالاحضان كمان. متاسف يا رؤوف، عن اذنك اتفضل بقى خد انت بالاحضان. اهلا 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 مظهر بيت، خطوه عزيزه يا راجل. اهلا رؤوف، يعني كان لازم اجي ضروري. طبعا انت راجل تعرف الاصول طول عمرك، خليك سبور يا اخي. كده رؤوف انت ظاهر ناوي تصطادني النهارده. يا سيدي مره من نفسي، ما انت طول عمرك صيدني. معلش، يوم لك ويوم علي. ايوه عليك نور، كل مره كنت تقول لي جيت متاخر. اظن بقى المره دي انت اللي تاخرت يا مظهر. عندك حق يا رؤوف، سبقتني المره دي. مبروك عليك الفيلم، ومبروك عليك سونيا. شكر يا مظهر، شكر يا حبيبي. وناوي بقى تفرض عليها ستار حديد مش كده؟ انا؟ ده مش ممكن، على الاقل ما كنتش عزمتك النهارده. كويسه دي قوي يا رؤوف، يعني هتسيبها تشتغل لحسابها. طبعا سونيا كبرت وفهمت الجو، ومن الصعب انك تحطها جوا بطنك. فعلا هي دي غلطتي، ما قدرتش افهمها كويس.
معلش معلش يا وحش، تعيش وتاخد غيرها. اتفضل خد راحتك، البيت بيتك. مش كده؟ تسافر السنة دي برضو يا أمي؟ طبعا، يدوبك يخلص الامتحان وأكون راكبة المركب. وانت يا سلوى؟ مش عارف، أصل بابا مزرجن شوية المرة دي. يا ستي كلمتين حلوين وبوسامي الخديدة وبوسامي الخديدة مش هيتأخر عنك أبدا. ولا أقولك؟ قولي يا ستي. قولي له بس أنا مسافرة مع أمي. ربنا يسهل. بس يا أختي لما نعرف نتيجة الامتحان الأول. انت اللي بتقولي كده؟ أمال أنا أعمل إيه؟ نقي بقى، عمرك ما تقري على حاجة وتنفع. بس مش معاك أنت يا جميل، ده أنت عينيك اتخزيت من كتر الصم. أعوذ بالله منك يا أمي، هو مفيش فايدة فيكي؟ ولا تزعلي يا حبيبتي، إن شاء الله هننجح سوا ونقضي شهور الصيف أشغال شقة في المطاعم الإنجليزية. ما تفكرنيش. طب بذمتك، بذمتك يا سلوى، مش كانت أيام حلوة؟ حلوة وبس، بإذن الله نكررها السنة دي. عديت الأربعين يا عايدة. أكرم ابني النهاردة عيد ميلاده. عارفة أكرم عنده كم سنة دلوقتي؟ 20 سنة يا عايدة. قبل 100 سنة. والنبي اللي ما يعرف إنه ابنك ما يصدق أبدا. بصي لنفسك كده يا سناء، قمر 14، ومن يوم ما حطيتي رجلك في السينما وانتي الفيديت نمرة واحد، ولغاية النهاردة ما حدش قادر يزحزحك شوية. بس أنا تعبت قوي يا عايدة، وزهقت زهقت خالص. ما هو انتي اللي مزهقة روحك، قاعدة لوحدك كده ورامية نفسك للسهر والحفلات. يا اختي لمي نفسك شوية. يعني قصدك ايه؟ اهو برضو وجود راجل معاكي يوقف جنبك يخفف عنك. يعني ايه؟ اتجوز؟ ايوه. وليه لأ؟ لا يا عايدة، انا شبهت جواز، زهقت منه وكرهته خالص. سلسلة طويلة في عمري يا عايدة، ادهم ومظهر ورؤوف وحليم ونديم. 5 جوازات يا عايدة، وكل منك انت. انا يا سونيا؟ بقى بعد العمر الطويل ده تقولي لي كله مني انا؟ شورتك يا عايدة، خلي العصمة في ايدك، خلتيني ابيع واشتري فيهم. مش احسن مكانه هما اللي يبيعوا ويشتروا فيكي؟ عندك حق، العمر جالي بين جوازة والتانية وراجل وراجل، وكلهم ما يتخيروش عن بعض. عشان كده توبة يا عايدة، توبة توبة. اهو كلام بتقوليه. طب وكريم؟ كريم كريم لطيف قوي وظريف، عادته بتنسيني الدنيا كلها. كل مرة بنسمع منك الكلام ده. المرة دي حاجة تانية يا عايدة، كريم حاجة تانية خالص. كيف هي العين تقعد تبص له بس؟ لا بنتي، الظهر مغرمة صبابة بيه يا روحي. أيوة أنا بحب كريم، حب غريب قوي، طعم جديد عليا، أول مرة في عمري كله أحس الإحساس ده يا عايدة. خلاص مادام بتحبيه اتجوزيه وهو يتمنى. لا يا عايدة، ما هو ده اللي معذبني وتعبني. الجواز بيحرق الحب، بيطفيه، بيحوله رماد، وده اللي مخوفني. ما هو الحب لو فضل ملهلب يا روحي هيولع الدنيا، واخرتها هيحرقك انت كمان يا سونيا. عشان كده انا محتاره، مش عارفه اتصرف ازاي. النهارده انت بتعملي من كريم نجم كبير، وهو محتاج لك، وطول ما هو محتاج لك هيفضل جنبك. انما بقى؟ انما ايه؟ انما بعد كده، بعد ما يوصل يعني، مش هتلاقيه جنبك خالص يا حبيبتي. قصدك ايه؟ اتكلمي. قصدي انك تربطيه النهارده قبل بكره، وما تغلطيش غلطه مظهر وياكي. لا مش ممكن، مش ممكن اتجوزه يا عايده. والله انا نصحتك بقى، وانت حره بعد كده.
يا بيض هتمشى شويه. اشمعنى النهارده يعني؟ ده احنا بقالنا اسبوعين وانت مقطعه شوارع لندن. زهقت يا سلوى، زهقت وقرفت، توبه اكرر العمله السودا دي تاني. مش انت غاويه سفر؟ دوقي بقى يا ست الذل في بلاد بر. حرمت بس ارجع بلدي بالسلامه. وايه يا حبيبتي، السنه الجايه برضو هتزني على وداني؟ مش هي دي عادتك؟ المره دي توبه. فاهمه يعني ايه توبه؟ طب والنبي يا اختي بيشوف لنا جورنال مصري ولا مجله عربي، اي حاجه نعرف بيها اخبار بلدنا. حاضر حاضر يا ست سلوى. واوعي يا بنت حد يضحك عليكي كده ولا كده. لا اطمني، احنا لسه صغيرين على الحاجات دي. باي باي. والله انا افتكرتك خواجه، عشان كده استغربت والمجله العربي في ايدك.
قولي بقى ايه اللي رماك في وسط البلد دي؟ ده موضوع كبير، نتغدى الاول وبعدين احكي لك. وبعدين معاك يا امنية، هي البنت اتاخرت كده ليه؟ ما داهية لا يكون جرالها حاجه، تكونش تاهت. مش ممكن ابدا دكتور، دي زي الجنيه. طب وانا كده هفضل قاعده اتفرج على الاكل؟ والنبي لو اكل الاكل كله، هي حره بقى، لما ترجع تبقى تضرب دماغها في الحيط. على العموم المرة الجاية بعمل حسابي. يا ريت يا أمنية. يا ريت. جرى إيه يا أكرم؟ أنت عليك نادر توكل الغلبة ولا إيه؟ أبداً، بس أنا ارتحت لك يا أمنية، ارتحت لك أوي. نعم، قصدك إيه؟ فهمت؟ ولا حاجة أمنية، أنا بقالي هنا مدة عايش غريب في وسط الناس. صحيح قابلت بنات كتير، إنما أنت شدتيني كتير ناحيتك ناحية بلدي. أكرم خليك دغري، أنت عاوز إيه بالظبط؟ آسف يا أمنية، أنت فهمتيني غلط. لا صح ولا غلط، كل واحد يدفع حسابه، وخلينا إنجليز أحسن، وبلاش لف ولا دوران. مش للدرجات يا أمنية. أمال إيه بس؟ أنا ارتحت لك كتير كتير قوي، فكرتيني بأمي وبلدي وعمري تاني نسيته من زمان. ليه يا أكرم؟ هو أنت ما روحتش مصر طول المدة دي؟ أبداً. وليه؟ معرفش، طول عمري أسأل نفسي السؤال ده، وللأسف ملوش جواب عندي. تعرف يا أكرم إن كلامك ده غريب أوي. حياتي كلها لما تعرفيها يا أمنية هتلاقيها سلسلة طويلة من الألغاز. الظاهر عليك ممثل كبير أوي. وليه لا؟ ما هو من الوز عوام. قصدك إيه؟ لا 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 ولا حاجة، قصدي إنك خايفة مني. مش قوي يعني، نص نص. خلاص مادام مش خايفة يبقى عزمك على السينما النهاردة. وبعدين معاك انت بقى ناوي على ايه بالظبط؟ عشان خاطري ارجوكي توافقي. مادام كده يبقى انا اللي عزمك. خلاص وانا ما عنديش مانع. بس ما تتأخرش زي المرة اللي فاتت. هو ناظر انا عندي كام سونيا. صحيح بتحبني يا كريم؟ بحبك يا سلام، حب شوية عليك يا سونيا. شوية انا راضية بحبك وكفاية يا حبيبي. كريم عيون كريم، هستناك النهاردة. النهاردة وبكرة وبعد وحنا ورانا يا حبيبي. اسكتي يا سلوى اسكتي. الله، ومالك مش على بعض كده؟ بيت كنت فين؟ انا قضيت وقت جميل بشكل. قضيتي ايه يا اختي؟ تصوري اتغديت فين النهارده؟ في المولان روج. ياي مش معقول. ورحت سينما الكونكورد اتفرجت على لاف ستوري. لو ايه يا حبيبتي؟ ما هو باين عليك يا روحي، اوعي تكوني ده انا الظاهر وقعت لشوشتي يا سلوى. كان بدري عليك يا اختي. قولي يا اختي. هقولك يا نور عين. ايه سهرانه فين النهارده يا سوني؟ في البيت مش خارجه. ليه؟ عزم حد عندك النهارده؟ ابدا، كريم سهران معايا ليلتي. كريم؟ وبعدين يا سونيا، هو انت مش ناوية تفوقي بقى؟ جرى ايه يا عايدة؟ مش قلنا تبطلي السيرة دي؟ ما هي السيرة دي هي اللي مش هتنتهي على خير. وبعدين معاكي، هو الحب حرام في البلد دي يا حبيبتي؟ سيرتكم بقت على كل لسان، والجرايد والمجلات كلها بتتكلم عليك وعلى سكرين بتاعك. والله انا حرة، محدش له حاجة عندي يا ستي. واحنا اتكلمنا ما قلنا لك اتجوزي. لا
أنا كرهت عملية الجواز دي. تقومي تعيشي معاه كده والناس كلهم شايفين وعمالين يتكلموا؟ شفتي كاتبين عليك إيه وعلى اسم النبي حارس وسكري؟ سفلة ومجرمين وطول عمرهم يجرحوا في أعراض الناس. بس النهاردة هم لهم حق في الكلام اللي كاتبين. أنا بحب كريم يا عايدة ومش ممكن أقدر أستغنى عنه. أيوة بس مش بالمنظر ده. أنت إيه؟ نسيتي إن ليكي ابن وبقى راجل دلوقتي؟ أكرم. أيوة يا سونيا أكرم. ومش بعيد تلاقيه دلوقتي عمال بيقرأ فضايح. مش ممكن مش ممكن يا عايدة. ليه؟ هو أنت هتمنعيه؟ ما هو بقى على عينك يا تاجر اهو في كل الجرايد والمجلات. أرجوك يا عايدة ارحمني أرجوك. بس يا سونيا سيبيني سيبيني اعملي معروف. زعلك يا أمنية؟ أبدا يا أكرم. تعرف إني ابتديت أقلق عليك لما بتتأخر عليا. وأنا عمري اتأخرت عليكي؟ ده أنا هفضل عد الدقايق والثواني واحدة واحدة لغاية ما أوصل لحد عندك. لدرجاتي يا أكرم؟ وأكتر يا أمنية. أنت خليتي حياتي هنا لها طعم حلو حلو قوي. يا ترى كلامك من قلبك؟ من قلبي. يا ريت تديني فرصة أقول لك على كل اللي جوه قلبي. وأنا منعتك أنت بتتكلم من ساعة ما جيت. أصل خايف خايف إنك تزعلي مني. أنا أبدا يا أكرم. أنت غيرت مني كتير وأنا هنا. خليت نظرتي للدنيا والحياة نظرة تانية ما كنتش بحس بيها قبل كده. أمنية أمنية أنا بحبك يا أمنية. أكرم أرجوك صدقيني ده شعوري من ساعة عناية ما شافتك. أرجوك ملوش لازمة الاندفاع. قدر ظروفي وحدتي. أبدا يا أمنية أنا بحبك بحبك قوي. لا يا أكرم النهاردة احنا مع بعض بكرة كل واحد منا له طريق. كفاية علينا النهاردة يا أمنية. بلاش نفكر في بكرة. خلينا نعيش النهاردة. مش ممكن مش ممكن. انت كده بتظلمني. عشان بحبك. حبك لي شيء كبير بس أنا خايفة. مني؟ مش عارف. يبقى أنت دلوقتي اللي بتظلميني. بالعكس يا أكرم أنا عمري ما بفكر إني أظلمك. أنت كنت معايا كريم قوي. نسيتني غربتي وغيرت من حياتي وساعدتني كتير كتير قوي. كل ده عشان بحبك يا أمنية. بحبك من كل قلبي. أنا كمان بحبك يا أكرم بس خايفة. مش ممكن. انت فعلا صدفة لكن صدفة حلوة مالية كل حياتي. كنت مستنيها طول عمري اللي فات. عارفة يا أمي؟ أيوة يا أكرم. طول عمري كنت تايه لغاية ما لقيتك وحبيتك. حسيت بنفسي لقيتها وابتديت أشوف الدنيا وهي حلوة وهي نظيفة. ازاي تقول الكلام ده وانت عايش هنا في مستوى عالي وعايز تسوقها؟ كل ده اتفرض عليا هنا من وانا صغير. حطوني في طيارة ولقيت نفسي هنا. مين اللي عمل كده؟ أمي. أيوة للأسف أمي حطتني في قفص من ذهب ورميتني بعيد عنها. مش عشان مصلحتك ومستقبلك. كنت فاكر كده وانا صغير. إنما لما كبرت إيه اللي جرى؟ الصورة اتغيرت في عينيا وابتديت أفوق وأفهم كل اللي بيجرى حواليا وأعرف حاجات كتير ما كنتش فاهمها. إيه هي؟ أمنية. أيوة يا أكرم. قريت مجلة النجوم اللي خدتيها مني؟ مجلة النجوم؟ أيوة قريتها. أكرم أنت ليه بتهرب من الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه؟ أنت الظاهر ما بتثقش فيا. أبدا يا أمنية أنا عمري ما قعدت مع حد في حياتي وفتحت له قلبي قدك. أمال غيرت الموضوع اللي بنتكلم فيه ليه؟ أبدا ما هو ده في نفس موضوعنا. أنت عارفة سونيا رشدي يا أمنية؟ أيوة يا أكرم. قريتي اللي مكتوب عنها في المجلة؟ بس ما صدقتوش. مش ممكن هي تعمل كده. اهو ده اللي تعبني وشوية شوية هيحطمني ويقضي عليا. طب وانت ايه دخلك بالست سونيا دي؟ سونيا دي تبقى امي.
قوي كده. ابدا يا سمر، انت طول عمرك زي القمر، عينيكي خدودك شفايفك شعرك كل حاجه فيك بتنزل واحد من جوه، بتخليه يفكر في قدره الخالق. كلامك حلو يا كريم، اول مره احس بطعم الكلام الحلو عشان انت اللي بتقوله يا حبيبي. طبعا سمعت كتير قبل كده بس عمره ما كان له وزن عندي. والنهارده النهارده كريم حبيبي، وبس برضو كريم حبيبي، بس انا خايف منك انت بعد ما توصل للي انت عاوزه تنساني. اللي بيقول حاجه حلوه عمره ما ينساها ولا ينسى طعمها. صحيح يا كريم، صحيح يا روحي. كريم هيفضل طول عمره معاك، وياكي خدام تحت رجليك. وانا ارضى برضو يا حبيبي، انا هخليك فوق أكبر نجم سينمائي موجود، وعمري ما هخلي حد يمثل بطولة قدامي غيرك أنت يا كريم. ده كتير قوي عليا، ما أقدرش أستحمل وأنا خايف. سكريني يا سمية، الحقيني يا أبدا. اتفضل يا حبيبي، في صحتك، اشرب. يا سلام يا سونيا، مش عارف من غيرك كنت بقيت فين دلوقتي. سهل الحب بس ايه العمل؟ مش عارفة، والاجازة قربت تخلص وهنرجع اسكندرية. اعمل لك ايه يا ستي؟ بس هي يعني اسكندرية ناقصة حب جاية تحبيني هنا في لندن؟ اسمتي قدر ومكتوب. شوفي يا حبيبتي، اللي يحب يا ما يشوف، وما فيش غير انك تسلمي امرك لله ونعمة بالله. بس مش متصورني اسيبه وارجع مصر من غيره. اسحبيه معاكي. مش ممكن. خلاص اقعدي معاه هنا. انا برضو اللي اتجننت عليه العوض ومنه العوض فيك يا امنية. متزعليش مني، انا مش عارفة اتصرف ازاي والله. ولا انا يا حبيبتي. قوليلي، هو مش بيحبك اوي يا سلوى؟ خلاص يبقى مش هيفرط فيكي ابدا، ولازم هيلاقي له حل. صدفة حلوة في حياتك. واحد
حياتي عمرها ما تدوم الا بيكي. نعمل يا اكرم؟ مش عارف، مش عارف يا امنيه، مش عارف. انا بحبك قوي قوي. وانا كمان. بس هنتصرف ازاي؟ نتجوز يا امنيه. نتجوز لينا؟ انت لازم تجرد مخك حاجه. وليه يا حبيبتي؟ ما تعرفش اي حاجه عني. دول بس 3 شهور اللي عرفتني فيهم يا اكرم. كفايه اني عرفتك يا امنيه، وكفايه حبنا لبعضنا. بس الجواز مش سهل، له اصول، له نظام. يعني ايه؟ لازم تكلم بابا وتاخد رأي ماما، وانت هنا وهم هنيك. مش عارفة اقولك ايه. انت توافي الاول وبعدين كل حاجة لها حل. يا ريتي اكرم، انا عمري ما تمنيت ولا فكرت اتجوز واحد زيك. وليه يا حبيبتي؟ صحيح انت بتحبيني وانا كمان بحبك، لكن احنا بعيد قوي عن بعض خالص. ازاي؟ حاجة كبيرة قوي، ابني عايز زوجيه وانا. انت غالية قوي عندي يا امنية، والحب عمره ما يعترف باللي بتقوليه. انا بحبك، بحبك يا امنية، ونفسي انك تقبلي تتجوزيني. يا ريت يا اكرم، يا ريت. ها؟ يعني موافقة؟ وانا اقدر ارفض. خلاص نبقى ننزل نشتري الدبل. الجواز العوام. قصدك ايه؟ زي افلام السينما بالظبط. انا مش بمثل عليك يا امنيه، انا بحبك وعايزه اتجوزك، وعشان اثبت لك ده انا هرجع مصر معاكي. معايا انا؟ ايوه، اقابل والدك واقابل امي واخطبك في بلدي. هي اغلى امنيه في حياتي. عمري واقفه جنبك، عمري ما تمنيت لك غير الخير. انا عارفه يا عايده، وجميلك على راسي من فوق. نفسي تسمعي كلامي وتوافقيني وتريحي قلبي. ما اقدرش يا عايده، الموت اهون عليا من اللي بتقوليه ده. كريم هو حب عمري كله، اول مره احس فيها بحلاوه الدنيا وانا وياه. عشان كده لازم تقطعي علاقتك بيه النهارده قبل بكره. مش ممكن، مش ممكن يا عايده. انا بحب كريم اكتر من حياتي كلها. سونيا اللي تقول الكلام ده؟ ايوه يا عايده، ده الحب طول عمره لعبتك يا حبيبتي. تقومي النهارده تقعي فيه وتنكوي بناره. اسمتي بحبه، بحبه قوي يا عايده، ما اقدرش استغنى عنه. يبقى لازم على الاقل تفرملي اللي بينكوا شويه. اكتر من كده ده انا ما بخرجش معاه خالص. انما يا سونيا هو مرابط عندك يا حبيبتي، قاعد في بيتك اكل شارب نايم على طول. مفيش للدرجه دي يا عايده. طب ما تقري الجرايد، اقري كله مكتوب فيها يا حبيبتي، وبالبنت العريض كمان. كله كذب في كذب في كذب. اهو انت زي النعامه، دفن راسك في التراب وكل الناس بيتفرجوا عليكي. انت مكبره الموضوع يا عايده، حرام عليكي، ما تظلمينيش. انت اللي ظالمه روحك. انت النهارده واقفه عريانه. عريانه؟ ايوه عريانه، قصاد كل الناس وكل جمهورك. بقى بتسمي الحب كده؟ عمالك ما خليتوش حب يا سونيا. انت يا حبيبتي واقفه عريانه ورا ستاره شفافه، كل الناس شايفينك وانت مش غريانه. انا بحب يا عايده، بحب، ويمكن بغلط زي ما بتقولي ورا ستاره شفافه، بس دي حياتي، حياتي الخاصه، ونفسي اعيشها لوحدي ولو مره واحده بس. انت فنانه يا سونيا، حياتك كلها محسوبه عليكي، واستمرارك بالشكل ده عمره ما هيخلي الستاره شفافه. تقصدي ايه؟ بكره تسود وتكون حاجز بينك وبين الناس، وبكره ينسوكي. الناس؟ انا مش عاوزه حاجه منهم، كفايه كده. انا عاوزه اعيش عمري، حياتي اللي ضيعتها طول عمري عشانهم. عارفه يا عايده، كفايه لحظه حب واحده مع كريم بتخلي الدنيا دي كلها منوره قصادي. فكري يا سونيا، فكري وشوفي انت وصلتي لحد فين. صحيح يمكن اكون عريانه ورا ستاره زي ما بتقولي، بس الستاره دي ملكي انا، بتاعتي انا. عارفه يعني ايه بتاعتي؟ وجمهوري كان زمان. النهارده عاوز اعيش حياتي وحبي، مش عاوز حاجه من حد. عاوز احس بالدنيا وحلاوتها، واحلف في نفسي بستاره، بستاره حلوه، واغطيها بالورد والزهور
وخليها دنيتي الجديدة بعيدة عن الناس، بعيدة عن الناس وكل الناس. هو ده رأيك؟ أيوة يا عايدة. على العموم أنا نصحتك يا حبيبتي، أنت حرة بقى، واللي بيشيل قربة معلومة. عارفة، أرجوك ما تكمليش يا عايدة، اسمع فيك برضه. ابدا، اللي تؤمر بيه يا كريم انا تحت امرك،
اسمي ومالي وشبابي كله لك يا حبيبي. سكتت لي كلمة. سونيا رشدي اللي بتكلمك، انت نسيت ولا ايه؟ لا 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 يا حبيبتي، بس انت اصلك كده فاجئتيني. انا خايفه يا كريم، خايفه اني ابص يوم ما الاقيكش جنبي. انا عمري ما سيبك يا حبيبتي، حافظه طول عمري كده. يبقى نتجوز يا كريم. وانا اتمنى ان ده يحصل يا حبيبتي، بس ايه يا حبيبي؟ نخلص الفيلمين اللي احنا متفقين عليهم ونبقى نتجوز. فيلمين؟ ثلاثة اكتر. سونيا كلها ملكك يا حبيبي. هشوفك انت وامي بكرة، هستناك واعمل حسابك، هتقضي اليوم كله معايا. يا سلام يا أمي، كل دي اسكندريه. السمع السمع قلبي بيدق قديه. فرحان يا أكرم. قوي قوي يا أمي، عشت عمري كله مستني اليوم ده، اليوم اللي أرجع فيه لبلدي. غريب أني أسمع منك الكلام ده كنت متربي في إنجلترا. كنت مغلوب على أمري يا حبيبتي، أمر وكان لازم أنفذه. عارفة يا أمي؟ أيوة حبيبي. كنت دايما أقضي الويك إند بتاعي في دوفر، وابص للمية واقول هي دي اللي بتفصلني عن بلدي، عنك يا مصر. تركيتي واكتر يا امنية. كنت حاسس اني في المنفى، عايش هناك وقلبي موجود هنا. انت مخبر الموضوع ابي اكرم. الحمد لله ادي انت راجع اسكندرية تاني وهي قدامك. يا سلام يا امنية، نفسي انط في المية اجري عليها لحد ما اوصل البر. يلا نط ونشوف هتوصل لغاية فين. هوصل لغاية بيتكم وقابل بابا وهكلمه واخدك معايا مصر. واحدة واحدة، مش كده؟ كل ده وانت بتجري على المية يبقى عمرك ما هتوصل. والسبب؟ عشان هتطب غطسان في المية وتغرق. عمري ما اغرق وانا معاك يا امنية. ليه بقى؟ من يوم عينيا شافتك وهي فتحت على جمال الدنيا دي كلها، زي ما اكون عايش هناك ومستني اليوم اللي قبلك فيه وارجع معاكي لهنا. يعني مش بتضايق مني؟ انا ليه بتظلميني يا امنيه؟ خايف اكون السبب في اني غيرت طريقك. انا طول عمري كنت بتمنى ان ارجع بلدي، لكن ما كنتش قادر. حب ليكي اعطاني القوه والامل عشان اوصل لغايه هنا. اكرم اكرم، بابا هناك اهو واقف اهو مستني. هو انت بعتيله؟ ايوه كتبت له تلغراف طبعا. امال هنزل بالشيل اللي معايا دي ازاي؟ وانا مش معاكي. اي فرصه عشان تتعرف عليه من اول ما تحط رجليك على الارض. عندك حق، وفرتي عليا كتير يا امنيه. عليك يا بنتي، كتر خيرك يا ابني، ربنا يقدرنا على رد جميلك. متشكر يا عمي، انا رجعت مصر عشان حاجتين. وايه هما يا ابني؟ ازور بلدي وامي، وده السبب الاول. والتاني؟ اخطب منك امنيه. تخطب ابنية
يا بنتي؟ أيوة يا عم، وجودها معايا طول المدة اللي فاتت ربطني بيها وخلاني مش قادر أستغنى عنها. جرى إيه يا ابني؟ أنت مالك حامي كده واخدني على مشامي؟ اتهيالي إنك تفضل معانا في البيت ترتاح الأول من السفر. كتر خيرك يا عم، أنا لازم أسافر مصر لنادي عشان أشوف والدتي. تيجي معانا البيت يا أكرم ترتاح شوية وبعدين سافر على مصر على طول، مش كده يا بابا؟ أيوة يا بنتي، الواجب على الأقل الزرنا وتتعرف بينا. خلاص أمرك يا عم. مش الواجب يا ابني شوف الناس اللي عاوز تخطب بنتهم. معلش متشكر، حسابك لو سمحت. متشكر يا بيه، ما تخلي انت باين على حضرتك مش من هنا. كتر خيرك، خلي الباقي عشانك. انت مستنيه حد يا سونيا دلوقتي؟ ابدا، ما حدش يعرف ان انا هنا. ولا عايده؟ عايده ايوه، بس عمرها ما تيجي من غير تليفون وهي عارفه انك هنا. خليك يا كريم، انا هلبس الروب واشوف مين. مين؟ مش ممكن، مش ممكن. اكرم، اكرم. ماما، حبيبتي يا ماما. اكرم حبيبي، حبيبي ابني، حبيبي ماما. ازيك يا ماما؟ وحشتيني، وحشتيني كتير يا ماما. ازيك يا اكرم؟ ازيك يا حبيبي؟
دلوقتي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. تعال تعال يا اكرم، استنى تعال اقعد في الصالون يا اكرم. انت عندك حد يا ماما؟ عندي؟ لا لا لا، ثانيه واحده. اقعد اقعد يا اكرم، انا جاي لك حالا. يا رب استر، يا رب يا رب. وصل دلوقتي من انجلترا. طب بس اهدي، ادي روحك شويه. هدي روحي ازاي؟ انصبتي فضحتي. اقول له ايه؟ بس اقول له ايه؟ ولا حاجه، مش هنتجوز يا حبيبتي. قولي له ان احنا اتجوزنا. مش ممكن، مش ممكن. ارجوك اخرج اوام، اخرج اوام ارجوك دلوقتي. ماما ماما، انت فين؟ ايوه يا اكرم، انا هو يا ابني. مفيش حاجه يا اكرم، الحمد لله على السلامه. ازيك يا حبيبي؟ مالك مضطربه ليه يا ماما؟ في ايه؟ لا ولا حاجه، اصلك بس فاجئتني. كان لازم تبعت لي تقول لي انك جاي. حبيت اخليها لك مفاجاه. ايوه مفاجاه، بس مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. مين ده يا ماما؟ اتكلمي. ده الاستاذ كريم. كريم؟ كريم مين؟ ده الممثل المشهور يا اكرم، شغال معايا في الفيلم اليومين دول. وايه اللي جابه هنا وفي الوقت ده؟ ولا مؤاخذه يا استاذ اكرم، الحمد لله على السلامه. عن اذنك يا مدام سونيا امشي انا بقى، اشوفك بكره في الاستوديو. مش ممكن ده يحصل. ارجوك ارجوك يا اكرم، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس افهمني يا اكرم، ارجوك تقدر ظروفي. ظروفك؟ ظروف ايه يا ماما؟ فهميني، ده بيعمل ايه هنا؟ ده اصل احنا كنا بنقرا السيناريو بتاع الفيلم عشان الشغل بكره. السيناريو؟ والسيناريو يتقرا لوحدكم يا ماما بالليل؟ أرجوك ما تظلمنيش يا أكرم، مش زي ما أنت فاهم. أرجوك افهمني، مش عايزة أفهم حاجة. كفاية كفاية. طب اسمعني، اعمل معروف، اسمعني. أصل كريم هيتجوزني وإحنا متفقين على كده. حتى أسأل طنط عايدة. أسأل روح يا ماما، أسأل نفسي، أسأل الجرايد اللي أنا كل يوم بقراها واللي جابتني لغاية هنا عشان أتفرج. اعملي معروف، اعملي معروف سيدي الواحد. ارجوكي ارجوكي. الو عايده، الحقيني يا عايده، اعملي معروف، تعالي بسرعه. مصيبة كبيرة يا عايدة، تعالي الحقيني. أكرم وصل دلوقتي من إنجلترا وعندي في البيت. أيوة يا عايدة، أيوة، ما هي دي المصيبة يا عايدة؟ أرجوك تعالي بسرعة، تعالي بسرعة. عمري كله علشانك. عشاني انا؟ ليه؟ مش كفايه؟ مش كفايه 12 سنه من عمري وانت بعداني عنك، نفياني في بلاد بعيده، وكل ده عشان ايه؟ النهارده بس عرفت ليه انا في مكان وانت في مكان تاني. ابدا يا اكرم ابدا، مش انت اللي تقول الكلام ده. انا بعتك انجلترا عشان تتربى كويس وتتعلم وتكبر في مستوى وسط عالي. لا يا هانم، انت بعتيني عنك، عزلتيني عن حياتك ووسطك الفني عشان عيني ما تتفتحش على اللي بيجرى. انا فنانه يا اكرم، وعملي بيضطرني اني اقابل ده واختلط بده، وكلها صلات عمل مش اكتر. فعلا انا نسيت انك سونيا رشدي الفنانه الكبيره، بس ما كنتش اتصور ان دي حياتك وسطك الفني. انت تربيت يا اكرم في مجتمع متحرر، مش ممكن تحكم
عليا بالمنطق ده مش ممكن. ليه يا هانم؟ انت نسيتي انك امي؟ عارفه يعني ايه امي؟ ايوه عارفه، وانا برضو لغايه النهارده امك وطول العمر امك. لا يا مدام سونيا، كلمه ابويا اللي كان دايما يقولها لي دايما بترن في دماغي، امك سناء يا اكرم مش سونيا. النهارده بس عرفت معناها، وعشان كده انا مضطر اخرج برا البيت. لا لا يا اكرم، لا لا، انا ماليش غيرك النهارده يا اكرم، اعمل معروف خليك معايا. اسف يا هاني. عشان خاطري انا امك يا اكرم، يمكن اكون غلطت بس انا امك يا اكرم. معلش ارجوكي ارجوكي خليني اخرج. بلاش تمشي، خليك يا اكرم خليك. سيبيني عايزة. شفتي يا عايزة؟ شفتي انا ايه ما قلتلك يا سونيا؟ لكن انتي انا ايه بس يا عايزة؟ وحرم اني احب يا عايزة، حرم اعيش ليه كده بس؟ ليه يا ربي كده؟ حتى ابني يا عايزة ابني. وبعدين يا سونيا يا حبيبتي، كل حاجة إن شاء الله هتتصلح وتتحل. إزاي يا عادة؟ إزاي بس إزاي؟ هودي وشي منه فيه، هعرف إزاي يا عادة؟ مش ممكن أقدر أواجهه بعد كده، مش ممكن. عمره ما هيغفر لي أبدا، عمره يا عادة. الله، مالك يا سونيا؟ ولا حاجة يا عادة، ولا حاجة. بس لو شفتي أكرم عمل ربنا يا حبيبتي. وانت يا اكرم نويت خلاص تسافر؟ ايوه يا حبيبتي،
لازم أسافر. وأنا أنا يا أكرم. أنتي أنتي أغلى حاجة عندي، أحلى حاجة في عمري. هستناك يا أمنية. لغاية إمتى؟ لغاية آخر العمر. لا يا أكرم، خدني معي، ما تسيبنيش. والشهادة يا أمنية؟ مش عاوزاها، أنا عاوزك أنت. أنت يا أكرم، أنت حبيبي. لا يا أمنية، الحب مش كل حاجة، في حاجات تانية حواليه مش ممكن الواحد ينساها. تكملي شهادتك وبعدين. وبعدين إيه يا أكرم؟ اكتبيلي وأنا أجيب نفسي لغاية عندك. خلاص يا أكرم، هتمشي، هتسافر. أيوة حبيبتي، غصب عني. سلام يا حبيبي، سلام يا أكرم. مع السلامة يا أمنية، مع السلامة يا حبيبتي.